أم ياسين، عليكم. وعليكم السلام وعليكم ورحمة السلام الله ورحمة الله وبركاته. وبركاته. أنا حلمت في 10 الأواخر من رمضان إن أنا ماشية بعرج في الشارع، ماشية إيه؟ وكان في بعرج في تمام. الشارع، وفي شباب معديين بيضحكوا عليا، وفجأة لقيتني إن أنا طالعة جبل للرسول عليه الصلاة والسلام، السلام. وكل ما أمد رجلي عشان أطلع الجبل ده ينزل من تحت إيدي مية كتيرة زي شلال. وبعد ما وصلت للجبل من فوق لقيته ابيض جدا زي الثلج كده، بس انا ما لحقتش اشوف يعني ايه في حيط ساعتها. تمام، اتفضلي. تابعينا يا ام ياسين، مشكورك جدا. ان هي بتعرق ان انا اشوف ده في بعض الحاجات ربنا سامحها فيها. ان ربنا قال ليس على الاعمى حرج ولا على الاعرج ايه حرج. طيب وانا بصعد الجبل، انا اشوف ان انا بصعد الجبل دون، والجبال دي ربنا قال وترى الجبال تحسبها جامده وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي اتقن كل شيء، وقال لو انزلنا هذا القران على جبل لرايته خاشعا متصدعا، وبتدل على الثبات. ألم نجعل الأرض مهادة والجبال أوتادة، اللي هي رواسي اللي ماسكة الأرض. طيب والثبات دون يتحقق برسول الله محمد، لأن بصعد عشان أشوف سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم اللي ربنا قال وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، يتتحقق دون بسيدنا النبي اللي ربنا قال النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. ربنا قال على سيدنا النبي وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. نقول لها كثير من الصلاة على سيدنا النبي عشان ليكي مكانة عنده، والله أعلى وأعلم.